يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023. وإحنا بنتكلم على يوم الجمعة فهو يوم يعني عطلة رسمية ومن أيام الأجازات. يا رب جمعة مباركة طيبة كده عليكم جميعا بإذن الله، وده بيخلينا اللي احنا نفتكر ذكرياتنا يوم الأجازة، لأن كلنا بيكون عندنا حاجات أو بلان معينة بنعملها يوم الأجازة تحديدا، لكن مع مرور الوقت بتختلف الأولويات وبتختلف المتطلبات من وقت للتاني، وبنرجع نفتكر حاجات كنا بنعملها زمان يا جمانة وللأسف مع الوقت اتغيرت. صحيح، دي حقيقة. يمكن أنا شوية بحب أحتفظ بعرف بروح الطفولية اللي عندي، فلو يعني مثلا وأنا صغيرة كنت ممكن أروح، بحب أروح طبعا الملاهي مثلا، ماما وبابا كانوا ياخدوني، إخواتي حتى الكبار كانوا ياخدوني. فاكر وإحنا صغيرين برضو كانوا بنروح اللي هي الأركيد أو المكان اللي بيبقى فيه الألعاب دايما، الألعاب اللي هي عارف انت الهوكي والحاجات دي. فأنا كنت بحب الحاجات دي، أو لحد النهاردة على فكرة بعملها، أو سينما مثلا يوم الجمعة. أنا كنت بحب قوي يوم الجمعة، كنت بستناه دايما، يا إما كان بيبقى هي دي الأنشطة اللي بعملها، يا إما كنا بنروح عند جدتي. طبعا أحيانا بيبقى في حاجات خارجة عن إرادتنا، وبنفتقد كده أو بنفقد يعني أهالينا مع مرور الوقت، الجدات والجدود، فدي حاجة خارجة عن إرادتنا، فيمكن دي الحاجة اللي أنا أفتقدها. لسه عندي جدة ربنا يخليها لي، طبعا بنروح نزورها برضو، لكن في حاجات تانية أنا بحب أحتفظ بيها يا أحمد. زي ما قلت لك، لما بحب مثلا لحد النهاردة ممكن أروح الملاهي عادي جدا، لحد النهاردة ممكن أروح أركيد المكان اللي بيبقى فيه الألعاب دي، لحد النهاردة بروح سينما مثلا على قد ما أقدر. دايما بحاول أحتفظ بالتفاصيل الصغيرة اللي تخليك لسه من جواك برضو في 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 روح طفولية تفضل موجودة، وأعتقد دي اللي بتخليك تكمل وانت مش باين عليك سن، على قد ما نقدر يعني. على قد ما نقدر. ليت الزمان يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب، فما انه يعني احنا وعجزنا شويه. بس لسه اطفال. والله في الحمد لله، الحمد لله لحد دلوقتي خير. شايفين المشيب هيعمل ايه بعد كده، بس لحد دلوقتي خير الحمد لله. فاعتقد انه مهم انت دايما تحافظ على الروح دي، دي أهم حاجة بإيدينا، دي أهم حاجة. أنت بقى بتعمل إيه أو إيه الحاجة اللي بتفتقدها؟ أنت وأنت بتتكلمي دلوقتي على فكرة احتفاظك بروح الطفولة، يمكن طلعتي حاجة جوايا أنا ما كنتش واخد بالي منها، لأن أنا في يوم من الأيام رحت أخدت بنت أخويا الصغير من المدرسة، قلت لها بقول لك ما تيجي أوديك الملاهي، وهي لسه كيجي، لقيت نفسي أنا بلعب الألعاب قبلها. أيوة، فاللي هو عارفة فعلا روح الطفولة اللي أنت بتتكلمي عليها دي أنا ما كنتش واخد بالي على فكرة. صحيح. يعني أنا ركزت لما أنت قلتي دلوقتي جوانا كلنا، وبتطلع تحديدا لما يعني بتلاقي نفسك محطوطة في موقف، فبتلاقي الطفل اللي جواكي بدأ يطلع. أحيانا إحنا ما بنكونش منتبهين ليها، وبنتحط في مواقف بناخد بالنا منها، وفي ناس فجأة تلاقيها خنقت الروح دي، وطول الوقت شايفه الوقت، شايفه الحياه مسؤوليه وشغل، وبنجري ورا دايما مساعينا او اهدافنا اللي عايزين نوصلها. ده مهم جدا جدا جدا، بس مش تقدر تحقق كل ده، لازم كمان انت من جواك تدي كده راحه لنفسك، تدي هدنه، تاخد هدنه. يوم جمعه ويوم اجازه دايما الحاجه اللي بفتكرها في حياه الامر فكره الدفى، لان كان يوم الجمعه ده بالنسبه لنا هو يوم لمه العيله، يوم كان جدي رحمه الله عليه كان دايما حريص جدا ان احنا كلنا نكون متجمعين. لو ورانا ايه، لو عندنا حاجه مهمه جدا، كنت بلاقي ابويا يسيب اي حاجه واي التزامات، ولازم كلنا على الاقل فطار يوم الجمعه في بيت جدي. مع مرور الوقت اصبح ده موجود في بيت ابويا، لكن الاولويات بتتغير لما اخواتي الاثنين سافروا، فاصبح عارفه اللي هو خلاص بقى ما بقاش فيه اللمه اللي بتقدري تلميها او يعني كنا بنبقى حريصين عليها. فيمكن انا دي حاجه من الحاجات اللي انا بفتقدها في حقيقة الأمر، فكرة اللمة وفكرة اللي احنا كلنا نبقى موجودين، لكن هي دي سنة الحياة وبطبيعة الحال، لأن من وقت لوقت الدنيا بتتغير، من وقت لوقت بنحاول اللي احنا نحافظ على حاجة محددة، لكن للأسف ما بنقدرش اللي احنا نعملها علشان خاطر يعني زي ما انت قلتي الدنيا تلاهي كده، بتلاقي نفسك اتلهيتي في حاجة ما بقيتيش تقدر تعملي حاجة. من الحاجات اللي كنا زمان حريصين عليها يمكن حتى كمان في بيت أبويا كانت فكرة الغداء، الغدا الساعة 2 بالظبط كنا كلنا بنتجمع علشان نتغدى. النهارده انت بقيتي تفطري
الساعه 2 اصلا. يعني هي الفكره للأسف. او ممكن بسبب شغلنا وطبيعه شغلنا في الميديا اغلب الوقت ممكن ما تبقيش موجوده في البيت، فتلاقي نفسك ما بقيتيش يعني حريصه على فكره حتى الاجازات والعطلات الرسميه اصلا بالنسبه لنا يوم بتختلف كمان. بالظبط، عشان كده بقول لك الموضوع اختلف مع المتغيرات والمتطلبات اللي موجوده من وقت للتاني. يعني دي اكتر حاجه بفتقدها، الحاجه اللي انت بقى لسه بتعمل، في حاجه لسه بتعملها من ايام الطفوله مثلا كل يوم جمعه او من وقت للتاني حاجه كنت تحب تعملها وانت طفل مثلا؟ صلاه الجمعه. طبعا. لا ده اكيد اكيد. لا ده اكيد، بس انا بتكلم يعني اي نشاط تاني كنت تحب تعمله مثلا وانت صغير؟ في مثلا ناس كانت متعوده تروح اليوم الجمعه مثلا تروح جنينه مثلا، حديقه عامه، تروح النادي، تروح مركز الشباب. دلوقتي الواحد ما بيصدق اللي هو يبقى عنده ساعتين ثلاثه علشان خاطر عارفه اللي هو ايه، النوم سلطان، فانا انامهم يعني ارتاح جسديا. ان اللي جسدك عليك العقل، انت بتخنق روح طفوليه على فكره يا احمد والله. لا بس انا هنصحك، انا هنصح اختك، انت بتنقط الطفل اللي جواه. هنصحك اختك يعني اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انت كنت متعود تعملها وانت صغير. وبعدك اخلص الهوا النهارده واطلع الجنينه. مفيش فايده، انا اسفه. على اي حال ده سؤالنا الموجود في حلقتنا النهارده، ايه الحاجه اللي كنت تعملها زمان في يوم الاجازه وبقيت مفتقدها؟ مستنيين اجابات حضراتكم اللي هتكون معانا على سؤال حلقه وهنشاركها مع بعض خلال حلقه النهارده. سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، جمعه مباركه، صباح الخير يا مصر.